أهلا وسهلا حبايب القلب. This is lesson 60. What is the difference? ما هو الفرق عنا guest, host, visitor. طيب خلينا ناخذ معناهم بالإنجليزي بعدين ناخذ مثال على كل واحدة. الآن guest, شو معنى guest؟ Somebody who is visiting, الشخص الذي يزور أو الأشخاص الذين يزورون you, يزورونك, or is at an event, أو إنهم ب event. Event يعني حدث, حدث an event. Because ليش, ليش هم هون موجودين؟ Because they have been invited, لأنهم دعوا, دعوهم ناس. طيب نأخذ مثال. We had guests staying with us for 10 days. We have guests staying with us for 10 days. عنا ضيوف رح يبقوا عنا لمدة 10 أيام. ممتاز. الآن الكلمة الثانية host. طيب شو معنى host يا طيب؟ host هو الشخص أو المؤسسة أو أي شيء. who receives, receive معناه يستقبل, يستقبل. or أو بيستقبله. أو entertains guests. entertain معناها يرفه, يعني هم بيستقبلوهم وبيرفهوهم, بيعملوا لهم ترفيه, بيعملوا لهم programs إلى آخره. طيب مثال, مثال example. our host, المضيف تبعنا, provided us with a delicious meal. Delicious meal. ممتاز. مضيفنا هذا الهوست معناه المضيف. طيب طبعا إلا معناه آني أخرى نأتي لها بعدين. مضيف تستخدم بالأحياء, تستخدم بالأشياء الأخرى, بعلم التكنولوجيا كمان. طيب مثال أو الكلمة الثالثة visitor. شو يعني visitor؟ visitor هو الشخص الذي يزور شخص أو مكان, يزور شخص أو مكان. visitor مثال all visitors entering the factory, يعني كل شخص أو زائر بيدخل للفاكتوري. the factory معناها المصنع. factory must wear this card, يعني كل زائر بيجي لهذا المكان لازم يلبس هذا الكارت. كل زائر بيجي لهذا المكان لازم يلبس هذا الكارت, كارت تعريفي يعني. إذن هذا هو الفرق بين الكلمات guest و host و visitor. شكرا لكم ونراكم إن شاء الله بالدرس القادم.